السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم محمد حدايدي. كلنا عارفين أنه قبل فترة صارت فضيحة لشركة أبل، وهي اكتشاف أنها تقلل من أداء الجهاز عشان تطيل من عمر بطارية أجهزة الآيفون، وطبعا أبل بعدها اعترفت بذلك وإلى آخره. مو هذا موضوعنا، موضوعنا هو صفحة تعطيك معدل أداء لبطارية جهازك، هل هي فعليا تحتاج إلى تغيير أو لا، بغض النظر عن النسبة اللي مقدمتها لنا أبل من خلال إعدادات البطارية. الآن لو رحنا على الإعدادات ودخلنا على خيارات البطارية، حيطلع عندنا اللي هو هذا الخيار بطارية هيلث، اللي هو صحة البطارية، وكل واحد بيطلع له نسبة هنا. طبعا أنا يعني سبق وذكرت أنه فوق 70% الأداء حيكون عادي، يعني كويس ما يحتاج إلى تغيير، وبرضو يعتمد على موازنتك أنت للموضوع. يعني شايف البطارية مثلا، متى تعرف البطارية جهاز خربانة؟ يعني مثلا تشحنه يوصل 10%، فجأة تلاقيه وصل 100%، فجأة تلاقيه رجع مرة ثانية 50%، هنا تعرف أنه لازم تغير بطارية جهازك، حتكون خربانة. فبهذه الطريقة تقدر انت برضو تقرر انه بطاريتك خربانة من خلال ايضا استخدامك انت او نوع استخدامك للجهاز. فهذه النسبة انا صراحة ما عير لها اي اهتمام، تعتمد بالنهاية على يعني مسكتي للجهاز نفسه او شوفتي للجهاز، كم يقضيني، كم يقعد معايا، هل تخلص البطارية مثلا يكون 100%، يعني اشتغل على الجهاز شوية الاقيها وصلت 70%، هنا اعرف انها خربانة. فهذا الموقع حيفيدك كثير عشان تختبر البطارية. طبعا رابط الموقع بتلاقيه بصندوق الوصف أسفل الفيديو. هنا بيقول لك إنه الموقع شغال من السكس إس فيما أحدث، يعني اللي قبل السكس إس مو شغال، يعني لا السكس ولا الفايف ولا الفور ولا إلى آخره، لأنه هذا بطبيعة الحال لو أنت اشتريتها بسنتها من المفترض إن تكون بطاريتك تحتاج إلى تغيير. فأول ما بتدخل الموقع حتضغط على جو، الآن الطريقة جدا سهلة وبسيطة، طلع عندك ثلاث ألوان، أخضر يعني أداء بطارية أو أداء جهازك ممتاز جدا ولا تحتاج إلى تغيير، اللون الأورنج اللي هو أيضا بطارية أو أداء جهازك متوسط وأيضا لا تحتاج إلى تغيير، ولكن لو جاء سهم في المساحة الحمراء فهنا تحتاج إلى تغيير. فطبعا بداية الأحمر غير نص الأحمر غير نهاية الأحمر، نهاية الأحمر بطارية جهازك مضروبة جدا، يعني في النص هنا على راحتك. فبالتالي اتوقع ممكن اللي يوصل الاحمر حيكون اقدم جهاز اللي هو 6 اس في حالة انت اشتريته بسنة نزوله، حيكون مر عليه تقريبا 4 سنوات، ففعليا انت هتحتاج الى تغيير بطارية جهازك. اما جهازك لو معاه سنة سنتين بالكثير ممكن ما تحتاج انك تغير بطارية جهازك. يعطيكم الف عافية، لا تنسونا من لايك وسبسكرايب في القناة، وفي امان الله.